نفذ صيادو جمعية الفاروق بمدينة المكلا وقفة احتجاجية سلمية بمركز الإنزال السمكي المشروع الرابع بمنطقة خلف، يطالبون فيها رفع الظلم عن الجمعية السمكية وتمكينها من استحقاقاتها داخل المشروع. وخلال الوقفة رفع المحتجون لافتات تطالب برفع الظلم عنهم والتسلط على المشروع الرابع والتدخل السريع لفرع شركة النفط بساحل حضرموت لرفع البنزين التجاري عن الموقع المشروع الرابع، مجددين مطالبتهم بتنفيذ تقرير اللجنة النهائي التي شكلها المحافظ السابق المتعلقة بالمشروع، مشيرين إلى أن المشروع أنشئ خدمة لجميع الصيادين وليس احتكارا على جمعية أو فئة خاصة، مؤكدين مواصلة وقفتهم السلمية حتى نيل كافة مطالبهم ومستحقاتهم المشروعة بداخل المشروع. مطالبنا نحن ساحة الحراي هذا خدمة ياخذون 1% اسوة بالجمعيات حسب التقرير المكلف من قبل المحافظ ومن قبل اللجنة، محطة بترول لنا مكتب مطالب كلها، يعني نذكرها لك ايش يعني من اقل مطالب، هذه تعتبر اقل مطالب لهم. وهذا الوقفة ما يات الا بعد ان شحت اصواتهم ودقت ابوابها، في كل باب دقت الهيئة العامة للمصايد والمحافظ وكل من له نسب في هذا الموضوع، لذلك بعد هذا كله يوي الصيادين الى هذا الوقفه عسى ان يتم فيها حصتهم من حقوقهم داخل المشروع الرابع. نحن نطالب نطالب السلطه المحليه بتوقيف المازله في المشروع الرابع، والمشروع الرابع مليان فساد الى هنا، وهم يخافوا على فسادهم اللي يلعبونه، هم مش صومال وما ادراك كم الصومال، اذا بحثنا بنحص الفساد مليان لما نلاقي الفساد داخل المشروع، وبالتالي ما يبغوا حد يبغوهم يستوحدوا على المشروع بس. والان نحن نطالب من المجالس المحليه بان تنصف لجمعيه الفاروق وتعطيه حقه في المشروع الرابع، الحق حقه المستحق الذي سلب منه من قبل 20 سنه.